هوسة في الآخر. ولا وصية كنوز الدنيا منسية، لا فرش حرير ولا دناني. تقول مملوكش غير وعدك يا رب، اخترت ما عندك وعشت فقير ومت فائه. في آخر حجة في عرفة ما شئت الله مش صدفة، تودع كل أحبابك هموت الليلة يا فاطمة. مفيش لا حزن ولا أزمة، دموعك نور في محرابك. يا أطهر ناس على عهدي، يا أحباب جاية من بعدي، بصلي الفجر وادعي لكم يغفر ربنا ذنوبكم، ونور الهادي في قلوبكم وفي الكوثر قابلكم. يكمل ديني من بينكم، ونادي الوقت ما بينكم، وفي الآخرة أنا معاكم بوصيكم توصوني، وأمنكم تأمنوني لا تنسوني ولا انساكم. الله الله الله. من امتى مفيش جونة بيخش جسم الانسان كده ويغسله؟ خش القلب. الاغنيه تغسلك غسيل. وانا رايي انه الاعمال زي دي بتبقى إرهاصات، يعني إيه ربنا بيبقى موفق فيها. والله في الكتابة العظيم وفي الغنى ربنا بيبقى ميسر. ده إنجاز، نحن عملنا إنجاز بالفعل، يعني بظرف 10 أيام كتب، بظرف يومين أنا سجلت. يعني والله ما صلي على النبي حافظ كمان. يعني أنا أعرف مطربين كتير أغانيهم العادية، مش الأغاني دي اللي هو بيقعدوا يتدربوا عليها كتير، ممكن مش حافظينها. ده أصعب غنى على فكرة. معنا الكاتب بالمناسبة دي بقى، معنا الكاتب نبيل خلف، الشاعر نبيل خلف. أهلا بك. أهلا بك أستاذ نبيل، ممكن توطي التلفزيون؟ أوطي التلفزيون حاضر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ نبيل، ألف مبروك، عمل متميز بصراحة ورائع يعني. الله يبارك فيك يا أستاذ عمرو، مشكورك. رؤية جميلة وكلمات جميلة، وبنحييك فعلا على العمل الجميل والراقي ده. ربنا يخليك. انا بشكر برنامج الكره اليوم، وبشكر الاستاذ عمرو، وبشكرك لان الحقيقه من كتر حلاوه الكلام انا مكسوف ان انا اتكلم. استاذ نبيل، انت ما خفتش من التجربه دي؟ البوم كله غناء ديني ومن واحد مغني رومانسي جدا.
يعني مش جايب مثلا محمد ثروت ولا مش ولا محمد الحلو. عجبتني دي واحد واحد فعلا رومانسي جدا. انا يعني الفكره اصلا جت من البدايه من ابن شادي كان بيعمل دور دعايه ديني في احد الافلام، فقال لي اكتب اغنيه عن الرسول يا بابا عليه الصلاه والسلام. فالمدام كانت قاعده قالت لي خليها البوم، قلت لهم البوم. لقيت الصبح بكتب وبجيب مراجع في السيره النبويه ولا 10 ايام متصله بكتب الاغاني دي، وحسيت بحاجه ربانيه حصلت لي. و هو ارهاصات، انا بقول فعلا ربنا بيسر على طول. انت حضرتك قلت ارهاصات، وهي كلمه سليمه جدا وكلمه موحيه جدا. لقيت نفسي بخلص العشر اغاني وبقول للوليد سعد وائل جسار اللي يغنيها، لان حسيت ما ان هو افضل واحد يغنيها، لان انا يعني وائل صوت جميل وصوت معبر وصوت حساس، وصحيح في ناس كتير يصلحوا يغنوها، بس انا لقيت نفسي بقول وائل جسار، ووليد سعد بيقول وائل جسار، ومنتج محمد ياسين بيقول وائل جسار، وفجاه جه وائل جسار وغنى، ولقينا التجربه الجميله دي. الحمد لله توفيق كبير من عند ربنا. صحيح خدت 10 ايام بس الكتابه؟ 10 ايام كتابه وقرايه، لان انا كنت بكتب وبقرا في نفسي. طبعا انا ملاحظ الاغنيه هي عصير، يعني في الاغنيه اللي بتتكلم فيها سيدنا علي لما نام مكان سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه وانا يفدي الحوادين دي عشان اقعد احكيها لابني محتاجه حدوته، انما هو هي في اغنيه طبعا على طول توصل له في ثواني. يعني انت اديت المشاهد واديت البطولات، عامل يعني عامل ملخص. ما هو انا كنت مهتم جدا ان الاغاني دي توصل للشباب اولا، لان احنا في عصر ما فيش اهتمام فيه بالاغنيه الدينيه قوي، ولا بالقرايه وشباب منصرف كثيرا عن الاغنيه، فكان لازم تتقدم لهم في شكل عصري وبالاسلوب ده الدرامي ده عشان توصل للشباب اولا قبل الكبار. شان ابي خلف بنهنئك مره اخرى تهنئه كبيره، وطبعا شيء محترم وشيء هيتحسب لكم في اعمالكم الفنيه وفي اعمالكم الدنيويه كمان. ربنا يخليك، بشكرك يا استاذ عمرو وبشكر، لان انا بقول لك كفايه ان انت طول ما انت قاعد. شكرا لك على المداخله الجميله. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، اذكار ذكر يعني. وكمان الحقيقه بنوع من يعني مش ما فيهوش دروشه، او في يعني الاغاني برقي وبفكر وبتحضر. الحقيقه بنشكرك جدا جدا. طب خلينا ناخد اغنيه ثانيه عشان حد معلش ناس كتير تسمع، كنا عايزين نسمعهم الاغنيه الثالثه حضره المحبوب. حضره المحبوب اسم الالبوم. في حضره المحبوب هي اغنيه نمره 3. اسمها هنسمعها. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ضي القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما اتولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في سما. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام. عشنا في أهل البيت في المصطفى في الحلم. لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموع في كفي، والكل جرح دوا وربنا الشافي، ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صافي. عشان في نظرة رضا والنور علي يبان، نور النادي اللي اهتدى الحنان، باب الشفاعة فتح والإذن بالرحمة، وانا حالي لما انصرح كان الرسول فرح. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب
عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام ما شاء الله شيء جميل. قال له حالي لما انصلح يعني شوف كان الرسول فرحان وقال عايز اقول لك على حاجه الاغاني فيها بهجه يعني رغم انها بتتكلم على الاخره بس انا يعني تحس ان انت قلبك سعيد فيها نوع من البهجه كده. هل ده يعني فعلا انت باحساسك وانت الموت فرح وذكرى وعظه وتامل وتدبر. انا عاجبني في الاغاني دي ان انا كل يعني انا حطيتها بقالي 3 ايام من وقت ما استاذ محمد سيد داني حطيتها في العربيه. كل ما اسمع الاغنيه اقف عند موقف وافكر فيه واتدبر فيه وده كان عامل ازاي واحنا وضعنا النهارده بقى عامل ازاي. لسه بقول للناس بقول لهم يعني لو في حد جه قال له ابوه قال له نام مكاني عشان في ناس عايزه تيجي ولا حد عبره ده لو ابوك يعني وقياس طبعا والله ما وصلنا يعني الناس دي كانت رجال من نور رجال من ذهب كانوا طبعا.